يا اخي عين لنا ساعه بعده واكثر من ساعه مترجي للحرين هذا الحريم يا اخي لا تدخل السوق الوحده ما تخرج ليش العبايه ما تطلعها بعد ساعه فما بالك دخل السوق لقى مقاضي مثل من عيال خم 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 مثل من عيال خم 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 والله لنا اكثر من ساعه عين الدنيا زحمه وعين مضيق عنك ما لقينا مواقف وهم داخل ورا تجيب مقاضي حطها واجعه الله يرحم والمرور ما يقصر معك والمرور يقطع طيب قبل ما يجيك المرور الثاني.